النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فسمع رجل يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض الله. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. انظر كيف جاء بهذا التركيب التوحيد. أسألك بأن لك الحمد، كل الحمد والثناء والاستغراق لك، لا إله إلا أنت توحيد واضح، لماذا أنت المنان الله. تمن علي بكل شيء، بديع السماوات والأرض، أنا فقير إليك، يا ذا الجلال والإكرام، راجع حلقة يا ذا الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أيضا حياة دائمة وقيومية دائمة. هنا خلاص استكمل أركان الإجابة إذا شاء الله. قال باسمه الأعظم. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوحيد الخالص.